اعتقد انه ايضا يظهر الى طرابلس، وكان كنت اتوقع الوصول الى طرابلس بين حين واخر، ولكن النتيجه الظروف الطارده الظروف الاستثنائيه التي بطعم الخروج من الميديا انقطع اخبار الديوان، وانا اعول على هذا الديوان كثيرا لانه كتب هي بالتجربه زياره تجربه شخصيه وفيه معالجات لهموم إريتريا، معالجات لهموم ذاتيه وهموم الانسان عامه في عالمنا اليوم المضطرب هذا. فاعتقد انه في طرابلس الان الديوان وصل، انا شفت الصحه التجريبيه واشرفت على تسريحها وعلى تلويحها ايضا وعلى القراءة بكل واعتقد انه وصل الى طرابلس الان. يعني انا سمعت انا اسعى الان هنا في تونس وليس في تونس واشتغل كرم خوذ التوانسه الذي تعرفت عليه، وساتبع عنهم رواتي الاخيره التي كتبت اخر حرف من هنا في المعسكر في المخيم، وكنت كتبت ما يقارب 90% من الروايه في طرابلس، وبدون ثلاثه ختمت الحرف الاخير هنا في المخيم. فعرض علي الاخوه التوانسه المشكورين امس في اثناء تكريم قناعه الروايه. نعم. وان الدوله المحليه متقدمه تتكلم معي عقد الصدى، وساحاول من خلال اسابيع ان ادفع بها للمستوى السفير من كرم اخوك الطوان. نعم، تحتفل بالتاكيد تحتفل اريتريا غدا بالذكرى العشرين للاستقلال او لتحريرها، ماذا تشير الى نفسك هذه المناسبه؟ مناسبه عظيمه، مناسبه كبيره، عظيمه بعزم الشعب الاريتري، عظيمه بمجالات الشعب الاريتري، وعظيمه بالارث الذي خلفه الاجداد والاباء العظماء الذين قدموا الحياه الكبيره في سبيل الشعب الاريتري. وهذه المناسبة تقدم بالثانية لكافة أبناء الشعب الإريتري النادمين الأساوس المرأة الإريترية النادرة الشرفة التي أثبتت بلا شك مقدرتها على التكيف مع الظروف وتقديم أفضل ما لديها، وتقدم التكيف الإريترية المعزز بالثانية أيضا ونادي الإريتريين كافة بالاهتمام بالطفولة، أيضا الطفولة من التعليم من الصحة من التربية من الثقافة، لأنه الطفل كبير كبيرهم رجال القد سيدنا اريتريا، وايضا ينادي من هنا الحكومه الظالمه الطاغيه في اريتريا حكومه افلاس ان تتخلى عن نهجها التصفوي والاقصائي، وان تدعو فورا الى حوار شامل، وان تبدا صفحه جديده قبل فوات الاوان، قبل ان ينحب المعبد على رؤوسهم. اتمنى ان يلتفتوا الى اريتريا ويحصلوا من صعب اريتريا ويتخلى عن الحسابات الذاتيه والفرديه والاماليه. اتمنى من حكومه افلاس ان تلتفت وترى المخاطر المحرقه بالوطن وان يكون على قدر المسؤوليه. هذا ما استطيع اقوله، واتمنى لشعب اريتريا التوفيق والسداد ومستقبل زاهر للوطن. تفضل. نعم، إلى أين الآن الكاتب والرواي والشاعر أبو بكر حامد كاهل، إلى أين؟ لا أدري يا صديقي، أدري هذا السؤال الأيام والساعات القادمة والأيام والشهور والسنوات، لا أدري، لا شيء، لا يملك الإنسان أن يحدد مصيره، ولكن سنحي أن أجد فرقا يعولني وأن أحلام كثيرة تراودني، أحلام كثيرة في أن أكتب روايتي التي أحلم بها. أنا أعتقد أنني لم أكتب بعض الرواية التي أحلم بها، ولم أكتب بعض القصيدة التي أحلم بها، ولم أكتب القصة القصيرة التي أحبها كثيرا، وبدأت بها مشواري الأدبي في كتاب في عالم الأدب. أحب أن أكتب القصة القصيرة، أحب أكتب الرواية المسرحية، أحب أن أعمل فيلم السينما التي تأثرني ولي تجربة في هذا الجانب. سبق ان كتبت السيناريو، وسبق ان حولت احد اسرتي الى السينما، الى فيلم قصير سينما قصير. نعم. وكنت في طرابلس اعد لتصوير فيلم سينمائي قصير من اعدادي قصه، كتبت لها الروايه، كتبت لها القصه واعددت السيناريو، والاخوه في الميديا بارك الله فيهم ساندوني في بناء حتى الاستوديو والمكان بتاع التسجيل، كنت على وشك التسجيل. نعم. ولكن الظروف جاءت وارغت المشروع الصغير الجميل هذا، وربما عندما استمر
أعود إلى هذا الحلم للتحرر إن شاء الله. نعم، أيضا كتبت لأخ أبو بكر، الرواية أبو بكر، سيرة الجيلاني طربيشان عن الشاعر الليبي الراحل. نعم نعم، ماذا كانت تجمعك بهذا الشاعر؟ هذا صديقي انتقل إلى رحمة الله من سنوات، وربطتني بين صداقة عميقة وأخوة، كنا لا نتفارق، وهو رجل شخصية عظيمة، شاعر مثقف من طراز رفيع، وكان لي بمثابة الأخ، وكان لي بمثابة الكبير، وكنا أنا وهو لم نتفارق سواء في طرابلس ولا في غيرها، حتى في غلبان منطقة أو مدينة الشعر كنت أذهب معه دائما، وكان لي بيت هناك، وربطت حزين على الجيلاني، والكتاب الذي وضعته وهي تعتبر سيرة متواضعة، ويعتبره الأخوة الجديدة الآن المرجع الوحيد الموجود في المكتبة، لما أراد أن يعرف الشعر العملاق الجميل الراحل الجيلاني الترابشان. نعم تفضل. نعم نعم الأخ أبو بكر، الرواية أبو بكر حامد كهال، هنا في أستراليا لديك الكثير من الأحباب والأصدقاء الذين يتذكرونك دائما، ماذا لديك لديهم من كلمة، ماذا توجه لهم؟ عند الصغار عندك الأستراليا تذكر أسماء ووجوه، أيضا عند القراء لا أعرفهم يعطفون مع بعضهم الميلاد، أنا شاكر لهم اهتمامهم، أما أصدقائي أقول لهم يا أخي عندهم توابر في عيلتهم الجميلة، أصدقائي بعد منهم تربطوا علاقات حميمة جدا جدا، بعد منهم علاقات مجالية وصحية، بعد منهم حتى في مجال الكتابة لا في تفسير عندكم من هناك مبدعين يرسلون لي بعض مثالياتهم ويشجعهم على نشرها، ويجي لهم تحية حارة أقول لهم أرجو. نعم، نخص بالذكر الكاتب عبد الوهاب حامد صاحب رواية وطن وأحزان، هو كتب بالمناسبة مقالا عنك قبل يومين. نعم، وأيضا كانت من زوايا متعلقة خاصة عن أبي بكر كهال في التجربة التونسية، التجربة التونسية مشهورين، وتكلم فيها عن السلاح وعن التكريم، وكلم فيها عن تجربة السرية، وكان عبد الوهاب قد قدم مداخلة دافية وجميلة جدا وقرأته مكتبه، لكن عبد الوهاب هذا الروائي الرائع أنا أتمنى أن يواصل مشواره الجميل كما وعدني وعد القراء أو وعدني شخصيا بأنه أعمال أخرى في الطريق، وأنه يعمل الآن على رواية، أنا أتمنى من عبد الوهاب أن يجد الجهد، أعرف أن عبد الوهاب يجد الكرس رجل من يبدأ في المشروع لازم حكيم يعني. نعم. أتمنى أن يتم المشروع، وأتمنى أن نرى ولادة الرواية الجديدة، كما أتوجه بالشكر أيضا بالصحية للشيخ حنجلة محمد حنجلة الكاتب الرائع الآخر في أستراليا أيضا، ووعد الكثير أيضا، وأتمنى أيضا أن نرى من سيد حنجلة وغيرها حنجلة أسماء عديدة أنا أطلع لها هناك في مواقع الإنترنت، وأيضا أريد أعرض من هنا من منبر إذاعة جالية الإسلامية. نعم، جالية إريتريا في ملبر. نعم، بالإمكان تباع عدد. أنا هنا في المعسكر نعم، ولكن بالإمكان تباع في نشر أي إنتاج أدبي إريتري. عندنا بعض الجماعة وكتاب وغيره كتاب على استعداد لتباع في إنتاجات إريتريا، تعال من هنا من إذاعتكم الموقرة.